بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. كنت عايز أتكلم كلمتين صغيرين عن كنيسة العذراء والأنبا بشوي بلندن. الكنيسة اللي أنا بعتبر إنه وجودها معجزة لناس حبوا المسيح فأحبهم المسيح وسهل لهم موضوع الكنيسة، بتبقى بالطريقة الحلوة اللي احنا شايفينها دي. الكنيسة ابتدت بفكرة صغيرة، كان أسرة من إليزابيث، الأستاذ المهندس نزيه عبد المسيح، ومجموعة من الناس اللي كانوا ساكنين في إليزابيث في الوقت ده، وحبوا يعملوا كنيسة علشان تبقى في منطقة إليزابيث بدل ما بيروحوا في كنائس بعيدة يعني. فعملوا أول اجتماع للأسر اللي موجودة في إليزابيث في محطة بنزين كان بيملكها في الوقت ده الباشمهندس نزيه عبد المسيح. وبعدين راحوا عرضوا الموضوع على سيدنا الأنبا ديفيد في سيدر جروف، وسيدنا الأنبا ديفيد تفضل، هو اللي ادى الاسم للكنيسة، قال نسميها كنيسة العذراء والأنبا بشوي علشان أنا من دير الأنبا بشوي وبحب الأنبا بشوي. فكان فرحة كبيرة الاسم باسم الأنبا بشوي. كمان في الوقت نفسه في نفس الاجتماع شكل لجنة تأسيسية علشان تأسيس الكنيسة. الكنيسة ابتدت، أول كاهن يصلي فيها كان أبونا الحبيب المتنيح أبونا مخيل لبيب، وابتدينا الكنيسة وكان بيصلي لنا كل سبت، وفي آباء كتير كهنة جم صلوا لنا أداديس كتير، مجموعة كبيرة من آباء الكهنة ومجموعة من الآباء الأساقفة. وأذكر أخص بالذكر نيافة الحبر الجليل الأنبا مكاريوس الإريتري، قعد معانا يمكن سنة، كان بيصلي لنا يمكن سنة في إليزابيث. اتنقلنا إلى أربع أماكن، أربع كنايس كانوا يطلعونا من كنيسة، ربنا يرتب بكنيسة تانية نطلع من هنا نروح هنا، أربع كنايس. بالإضافة إلى أن احنا في وقت من الأوقات اضطرينا أن احنا نأجر فندق ونصلي فيه كذا قداس كذا أسبوع، دي برضو من ضمن الحاجات اللي ربنا كان بيسمح لنا بيها، أنه ما نقدرش نتأخر عن قداس، أو ربنا ما بيسمحش أنه قداس يفوتنا. فكان صلينا كذا قداس في الفنادق يعني، لغاية لما ربنا سهل وجينا ليندن. ما لقيناش احنا، في لفينا كتير في إليزابيث، جايز مسحنا إليزابيث مسح يعني، ما فيش مكان ما رحناهوش في إليزابيث عشان نلاقي مكان نقدر نعمله كنيسة في إليزابيث، ما لقيناش، اضطرينا نطلع بره شوية. فربنا رتب لنا المكان اللي احنا فيه ده، كان كار ديلر، وكانت الكنيسة اللي احنا يعني قاعدين فيها كانت عبارة عن ورشة، دي الورشة بتاع تصليح العربيات. كانت الهياكل عبارة عن ثلاث أوناش، ثلاثة اللي بيرفعوا العربيات، وكان هنا الزيت ملي الدنيا. ومن حب شعب الكنيسة، الشعب الحلو الطيب اللي قلبه طيب، كانوا يجوا يقلعوا سوري يعني يقلعوا الجزم ويغسلوا الارض بخراطيم الميه والصابون عشان يشيلوا الزيت. وفي صور كتيره لشخصيات سواء الموجودين او اللي انتقلوا، صور يعني تثبت تاريخ الكنيسه ومحبه الناس كانت للكنيسه شكلها ازاي. بصراحه محبه فائقه جدا، ناس تعبوا كتير في تأسيس الكنيسة وفي بناها ووصلت للدرجة دي. صحيح الإمكانيات ضعيفة، لكن ربنا قادر على صنع المعجزات. في البداية أنا أحب أقول برضو حاجة، كان ضعف إيمان مني بعد ما ترسمت، نظراً لضعف الإمكانيات وكده، فرحت الأب من الأباء الكبار، الأباء الشيوخ، فبقول له يا أبي الموضوع كذا
والكنيسة الإمكانيات بتاعتها قليلة ومش عارفين هنعمل إزاي ونلاقي فين مبنى يقدر على قد إمكانياتنا وعلى قد. فسألني سؤال، قال لي: هو أنت صاحب الكنيسة؟ قلت له لأ. قال لي: أمال مين صاحب الكنيسة؟ قلت له: المسيح. قال لي: خلاص سيب المسيح هو اللي يتصرف، هو اللي هيبنيها مش أنت. وفعلا فقلت: على كلمتك ألقي الشبكة. وفعلا ده اللي تم فعلا، وفوجئت انه الكنيسة وصلت بالطريقة دي. حاجة تانية، انه كان مفيش حد كان ينزل مصر مثلا ويجي يسألني عايز ايه للكنيسة، اقول له انا عايز كذا. جايز يكون مثلا في حاجات محددة جدا، لكن في معظم الحالات كنت اقول له ايه اللي قلبك يحركك بيه، هاته. زي ما ربنا يحرك قلبك هات اللي انت تحب تجيبه. ونشكر ربنا الإمكانيات يعني جات، والأواني المذبح والهياكل والمنجليات والبخور والستور والمفارش، وكل ده جه من غير أنا مطلوب، من غير مطلوب، لكن ربنا رتبه، ربنا هو اللي دبر، هو عارف احتياجات كنيسته. صحيح الإمكانيات قليلة، لكن كنت بشوف ناس بيحبوا ربنا بطريقة، يعني طريقة كانت تخجلني، كانت تخجلني. من ضمن الحاجات أقول حكاية مؤثرة فيا لغاية دلوقتي. في مرة من المرات كنا عاملين معرض، وبعدين فوجئت إن ناس، راجل ومراته، أنا للأسف مش عارفهم، مش عارف مين هم. الراجل ومراته جم بيسلموا عليا، بيقولوا لي: انت يا ابونا احنا ما كناش نعرف انكم عاملين بانكوت، لكن احنا مش عاملين حسابنا. لكن راحت الست قلعت الغويشة وقالت: لكن ممكن تقبل مننا دي. فحسيت انه يعني محبة غير عادية، محبة فائقة فعلا. حاولت ان انا ما اخدش الغويشة، لكن اصر الراجل واصرت مراته انه لازم اخد الغويشة علشان هم ما كانوش عاملين حسابهم. موقف بصراحة مؤثر فيا يعني لغاية الوقت، كل ما افتكره اقول: يا رب يعطي شعبك كله يا رب هذا الحب. كمان احنا حاليا يعني ظروفنا، ظروف كنا واخدين مورجج لعشرين سنة، لكن كان هو المورجج بيسموه 10-20 يعني 10 على 20 سنة، بحيث ان المورجج بعد العشر سنين يا اما ندفع الباقي مرة واحدة يا اما نعمل ريفاينانس تاني. فده كان المورجج بتاع كنيسة. المورجج خلص يوم 14/7، خلص 14/7 العشر سنين، وحاليا بنعمل ريفاينانس تاني علشان نكمل بقيه المورجج. لما جينا نستلم المبنى ده، استلمنا المبنى ده وانا حسيت فعلا ان في معجزه حصلت، او ربنا عايز يكشف حاجه، ربنا عايز يكشف لنا حاجه. لما اول يوم ناخد المبنى الاول، المبنى ده كان اتقفل اوت اوف بزنس يوم 15/7/2008، ده عيد الانبا بشوي 15 يوليو. واحنا استلمنا المبنى بعديه بسنة بالظبط يوم 14/7/2009 عملنا عشية عيد الانبا بشوي. تاني يوم عملنا قداس الانبا بشوي في الكنيسة هنا، في المدخل اول وانتوا داخلين من الباب عملنا القداس وعملنا عيد الانبا بشوي. العجيب بقى انه الولاد وهم بينظفوا المكاتب لقوا في ايقونه فضه عباره عن ايقونتين في بعض كده، واحده الست العذراء شايله السيد المسيح حسب الطقس القبطي، الايقونه الثانيه القديس كريستوفر اللي هو حامل الاله اللي هو هنا شايل السيد المسيح على كتفه. فلما شفت الايقونه دي قلت: الله، ده يعني ده المبنى كان فيه الايقونه دي
واحنا هنجيب الاثنين اللي حملوا اللي شالوا السيد المسيح، الست العذراء شالت السيد المسيح، والانبا بشوي شال السيد المسيح، دولت اللي موجودين على الايقونه. الايقونه دي وريتها لنيافه الحبر جل الانبا ديفيد، وفعلا انا بعتبرها معجزه انه المبنى يتاخد في عيد الانبا، يتقفل في عيد الانبا بشوي ونشتريه في نعمل كلوزنج في عشيه الانبا بشوي، ونلاقي فيه ما يدل على الانبا بشوي حامل الاله. شيء عجيب، ولكن انا بقول دي مش صدفه، لكن ده اختيار ربنا، كان ربنا بيشاور لتكن عينيك يا رب مفتوحتين على هذا البيت طول الليل وطول النهار. احنا دلوقتي بنحاول ربنا يرتب ان شاء الله، بنحاول ان احنا يعني نعمل دراسة لعمل دور تاني، لان مدارس الاحد عندنا 5 فصول بس، 5 فصول مش كفاية على ولادنا، بنضم كذا سنة على بعض ويخليهم في فصل واحد، وده مش صح. فبنحاول ان احنا نعمل، حاولنا الاول ان احنا نقسمهم يومين، بس هذه الفكره مش ماشيه، يعني مش ماشيه مظبوط. فعايزين نعمل اكستنشن تاني فوق، او نكستند المبنى فوق، ونعمل فصول مدارس الاحد علشان نكتر الفصول، يبقى كل سنه ليها فصل علشان الولاد يقدروا يستفيدوا. طبعا احنا بنتكلم في مبالغ يعني كبيره، لكن طبعا زي ما قلت في الاول انه المباني والدي على المسيح، هو اللي بيحرك شعبه، هو اللي بيحرك، هو اللي بيدي البركه، وهو اللي بيبارك في كل عطاياكم. انا بعرض عليكم يعني كل امكانيات الكنيسه، وجي ابونا رفائيل خدمنا مع بعض، او انا يعني خدمت معاه في الكنيسه هنا، ونشكر ربنا بوجوده ان الخدمه زادت، وربنا يبارك في خدماته ويبارك في كل ما تمتد لي ايديه. انا باستمرار بقول يا ريت كل الشعب يخدم، يعني باستمرار بقول يا ريت كل الشعب يخدم، مش بس يبقى ابونا هو اللي بيخدم بس، يا ريت كل الشعب، مش ولا الخدام بس هم اللي بيخدموا، انا باستمرار بقول يا ريت كل الشعب يبقى خدام في الكنيسه. فاحنا محتاجين خدماتكم، محتاجين مساعدتكم، والخدمه مش معناها الخدمه انه يعني لازم يجي يخدم ويدرس، لا، الخدمات في خدمات متنوعه كتير، خدمه بالعمل، الواحد يمد ايده في اي حاجه، خدمه بالمساعده، خدمه في التعليم، خدمه في الراي. الاقتراح بتاعكم يعتبر خدمة، الاقتراح يعتبر خدمة. وأنا باستمرار بقول برضو حاجة، بقول إن الصناديق اللي موجودة، صناديق العطاء، مش بس للفلوس لكن حتى للأفكار. يعني الواحد ممكن يعطي فكرة تفيد، يعني أنا بقول إنه اللي عنده فكرة ممكن يكتبها ويحطها حتى في صندوق العطاء، يبقى كأنه قدم حاجة برضو لربنا. يبارك في عطاياكم، يبارك في بيوتكم، في مخازنكم، يملأها من كل خيرات، يحافظ على ولادكم وبناتكم، يجعلهم من الناجحين الرابحين الكاسبين، ويملأ بيوتكم من كل الخيرات، له كل مجد وكرامة من الآن وللأبد، آمين.